السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ والتلميذات متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم عن تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا لسنة 2023. إذا لم يتبقى إلا أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتائج البكالوريا بخصوص هذه السنة، وحسب ما جاء في إعلان الوزارة فإن النتائج سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين بتاريخ 19 من شهر يونيو من سنة 2023. لكن واحد الملاحظة، كما كتعرفوا بالنسبة للنتائج تقدر دار بعد 12 ليلا من هذاك التاريخ المحددين. وفين تختار تلقاو النتائج كاين جوج طرق. الطريقه الاولى كتدخل لتطبيق اوتلوك، ربما تلقاو النتائج يعني كما قلنا لكم بعد 12 الليل. اما الطريقه الثانيه كتدخلوا واحد الموقع، كتدخلوا رقم مسار وكتطلعوا على النتائج، غير هو هذاك الموقع ربما يتحل حتى العشرة صباحا. وإن شاء الله في الفيديو المقبل غادي نشرح لكم طريقة الاطلاع على النتائج من أول مرحلة إلى آخرها. أي جديد غادي نوافيكم به عبر قناة أخبار الوظيفة. في الأخير كنتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ والتلميذات، ولا تنسوا الدعم والاشتراك وتقوموا تفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، والسلام.